أنا أنشط في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا. بعض النشاطات المحلية تتضمن مساعدة اللاجئين وتمثيلهم، وأتابع وضع حقوق الإنسان على مستوى المقاطعة التي أقطن بها. كما أنشط في مجال إحلال السلام بالعالم، وأعتقد أنه من مسؤولية استغلال الحرية التي أتمتع بها في أمريكا للدفاع عن الذين لا يتمتعون بنفس الحرية بالعالم ولا بحقوق الإنسان. مجرد العمل والتطوع بمخيمات اللاجئين وتعاملي مع هؤلاء منحني تجربة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ونظرة على الأوضاع التي فروا منها. أشياء مثل انعدام المساواة بين المرأة والرجل وانعدام المساواة أمام القانون وفقدان الحق في التعليم، هذه الأمور حفزتني أكثر للعمل. ما هو نشاطك بالتحديد في مجال حقوق الإنسان هنا في منطقة واشنطن العاصمة الأمريكية؟ كأمينة عامة وطنية لجمعية الأمم المتحدة النموذجية للطلبة الثانويين، فإن تجربتي بها الكثير من التعليم والمشاركة في المؤتمرات بأمريكا، حيث يشارك الطلبة من جميع أنحاء العالم يأتون إلى جامعة جورج واشنطن. كان لدينا مؤتمر في الأيام الماضية ناقشنا فيه المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط بطريقة أكثر دبلوماسية وتعليمية. الأمر يتعلق بتوعية الأجيال القادمة مع التركيز على الطلبة لإطلاعهم على المشاكل الإقليمية والعالمية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط. سمعت بأنك حزت على جائزة في مجال النضال من أجل حقوق الإنسان، كيف كان ذلك؟ نشاطي من أجل السلام والعدالة يعود إلى نحو 5 أو 6 سنوات، وعندما تم اختياري لنيل هذه الجائزة الأممية تفاجأت كثيرا. لم أكن أتوقع ذلك، حيث كنت أقوم بواجبي دون انتظار أي جائزة، ولكن الحصول على اعتراف على هذا المستوى حيث شارك نحو 200 شخص ولم ينل الجائزة إلا بضعة أشخاص، فإن الأمر كان مشرفا. إذا طلب منك أن تطلب المساعدة من الأمريكيين لصالح المتظاهرين في إيران، ماذا سيكون ذلك؟ أعتقد أن أمريكا كانت دوما غير معنية بالتدخل في الأزمات التي تحدث داخل حكومات الدول، ولكن الآن أعتقد أنه وجب اتخاذ إجراءات لا تضر بالمواطن البسيط وتساعد على التغيير في حدود ما يمكن القيام به، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول. كيف تنظرين لما يحدث الآن في الشارع الإيراني؟ I am definitely following it and أنا بالتأكيد أتابع ما يحدث في إيران. الشعب هناك يناضل ويتظاهر من أجل ما يؤمن به ويعبر عن ذلك بالطريقة التي يراها ديمقراطية، وهذا ليس جديدا على المجتمع الإيراني الذي قام بنفس الشيء عدة مرات، وهو يثبت ذلك مجددا بالتعبير عن قناعاته وأحلامه بالتظاهر في الشارع. ما الذي يحدث بالضبط؟ هل هي مواجهة بين المعارضة والسلطة هناك؟ لا أرغب في مناقشة الأمر من الزاوية السياسية، لأن ما يحدث ليس صراعا بين أطراف أيديولوجية. ما يحدث هو مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وما يريده الإنسان من مطالب، وهو أمر يحدث في الكثير من الدول، وحتى هنا في الولايات المتحدة حدثت أمور كهذه في القرن العشرين. وفي نهاية الأمر هناك دائما أشخاص يضحون بأنفسهم لأجل هذه القضايا. تنشطين كثيرا في المخيمات الخاصة باللاجئين، هل لديك قصة ما بقيت راسخة في ذهنك؟ من بين التحديات التي أتذكر في مخيم للاجئين الأفغان في ألمانيا تلك العلاقة السيئة بين فتاتين من أفغانستان. كانتا لا تتحدثان إلى بعضهما البعض، وإن حدث فهما تتجادلان بقوة. كان عملي ضمان اندماج ناجح للفتاتين في المجتمع الألماني. في أحد الأيام أبلغوني بوجوب الحضور لفك الشجار العنيف بين البنتين الأفغانيتين، وطلب المدير حضور الشرطة برغم أنني أعدت الأمور إلى وضعها الطبيعي، وحولت العلاقة إلى تقارب كبير بين البنتين بعد أن اكتشفت أن سبب المشكلة هي الانتماءات السياسية والعقائدية التي جاءت بها البنتان من أفغانستان إلى ألمانيا وهما في سن مبكر من العمر، وقد أثر ذلك على تأقلمهما في البلد الجديد والحفاظ على علاقة طيبة بينهما وهما لا تدريان. الأنسة جنان إيرانبومي، شكرا جزيلا لك للمشاركة في هذا الحوار وهذا النقاش الجميل ضمن برنامجي اليوم على الحرة، ولكن نتمنى أن تأخذين معك إلى الاجتماع الذي حدثتين عنه. عندما تستمع لهؤلاء المراهقين وتتمعن في ثقل وحجم المواضيع التي يناقشوها ومقدار التزامهم بالنضال والاجتهاد، ستنسى بالتأكيد أعمارهم
هؤلاء ليسوا إلا طلبة ثانويات أمريكية، ليس إلا. الموضوع الموالي يتعلق بمشاكل وآلام الصحة العقلية. نعم، سيكون ذلك واحدا من أهم مشاريعنا القادمة حتى نهاية السنة. عندنا رسالة من السيد رولينغز الذي تحدثت إليه خلال الصيف ومن أعضاء من السنة الماضية، وتركوا لنا مجموعة أفكار. أعتقد أيضا من الأفكار مشكلة الانتحار. في السنة الماضية هنالك طلبة في الثانوية انتحروا بسبب مشاكل في صحتهم العقلية. هؤلاء ليسوا إلا طلبة ثانويات في أمريكا. خليل بن طويلة لليوم على الحرة من فرجينيا.